نركز مع بعض. ده برنامج لغة، مش لغة، هو برنامج رسم. برنامج بيرسم. بدل الناس زمان ما كانت ترسم بإيديها، عايزين نرسم بأوتوكاد. الأوتوكاد ده هو في الحقيقة خادم مطيع، بيسمع الكلام، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، لكن ما بيقدرش يرسم لوحده في الوضع، يعني في التراديشنال، في الأسلوب الطبيعي ما يقدرش يرسم لوحده. انت بقى كمستخدم الاوتوكاد تقدر انك انت ترسم لوحه بسهوله وبسرعه، ممكن ترسمها ببطء حسب استخدامك للبرنامج. يعني واحد عنده فراش، واخدين بالنا؟ يقول لك الفراش ده ملوش لازمه. ليه يا عم؟ ما بيعمليش حاجه. طب انت طلبت منه حاجه؟ لا، ما طلبتش منه حاجه. خلاص، يبقى المشكله مش عندي في الراجل، المشكله عندك انت، صح؟ ما نفس الكلام. الاوتوكاد ده برنامج اوامر، ممكن واحد يرسم الحاجه فيه بسرعه جدا، انه يستخدم اوامر توصله للغرض اللي هو عايزه باكثر طريق. ممكن واحد يبدا يلف ويدور ومش عارف يستخدم الاوامر بتاعته، فالعيب مش في الاوتوكاد، العيب في مين؟ في اللي بيستخدم. الاوامر في الاوتوكاد بتدخل من ثلاث طرق. نركز مع بعض. اول حاجه نتعرف على الشاشه الرئيسيه في الاوتوكاد. الشاشه اللي قدامي دي هي شاشه الاوتوكاد. في عندنا ادي شاشه الرسم اللي هي الشاشه السوداء دي، هي باينه لكم؟ باينه. شاشه السوداء دي شاشه الرسم، لوحه الرسم اللي برسم فيها. وبعدين في عندي هنا مجموعه من الايكونز، وبعدين في عندي تحت سطر الاوامر كلمه كوماند، وبعدين فوق في منيو. اتكلم كويس؟ هي دي الايتمز الرئيسيه في الاوتوكاد. زي ما قلت، الاوتوكاد ده خادم مطيع، ممكن انفذ الاوامر بثلاث طرق. اما من قائمه الاوامر، اما من قائمه الاوامر، او من الايكونز اللي هي بيسموها اشرطه الادوات، تول بارز، او من سطر الاوامر. تعالوا مع بعض كده ندخل دخله بسيطه. تعالوا ننزل تحت في سطر الاوامر ونكتب له كلمة لاين. خد بالك، أنا دوست تحت وكتبت. طبعا هو كتب لي فين؟ كتب لي هنا فوق. مش شايفين كده مني، صح؟ هتكتب كده شوية؟ مش شايفين؟ هكتب له كلمة لاين. طبعا هو زمان كان في الفيرجن كده يكتب تحت، ده بدل ما الناس تقعد تبص تحت تطلع فوق، تبص تحت تطلع فوق، تبص تحت تطلع فوق، فخلي لك إنك إيه؟ تكتب مطرح الماوس ما موجود. كتبت لاين. كتب لي رسالة سواء تحت أو فوق، سبيسيفاي فيرست بوينت، حدد النقطة الأولى. هدي يحسد النقطة الأولى مثلا، أقول له 100 كوما 200، سبيسيفاي نيكست بوينت، أقول له 600 كوما 700. انت الراجل عمل ايه؟ بس صح ولا صح؟ ممكن اعملها بالماوس نفسه؟ ما انا عايز بقى اشوف، هنشوف دلوقتي. بس ست النقط، ما في عندي اوريجن تحت اهو، في عندي هنا يا جماعه تحت اوريجن اهو. ما تعالى نشوف الكلام ده، هنتطرق بس انا بوريك القسم. ماشي؟ يبقى انا كده جبت امر لاين منين؟ كتبته له. لا، ده انا ممكن اجيب امر لاين من هنا اهو، لاين. ممكن اجي من قائمه درو الاقي حاجه اسمها لاين. معايا مش معايا؟ يبقى انا علشان ادخل الامر في ثلاث طرق ادخال اي امر. من سطر الاوامر، من الايكونز، من القوائم. سطر الاوامر ده اللي هو تحت. كوماند، شوف كوماند اللي تحت دي. ماشي؟ اسمها محاضرة الدكتور جمال مسجلة ولا؟ أنا مسجلة. واضح يا جماعة؟ طيب، نيجي بقى لنقطة تانية بقى، البيانات. الأمر ده أمر عام، لاين، في جواه بيانات، صح؟ البيانات دي قد تدخلها بمسطر بالكيبورد، قد تدخلها بالماوس. زي ما حصل، قال لي دخل نقطة البداية. ممكن واحد يا جماعة يروح مدخلها بالأساسيات بالكيبورد. ممكن واحد يدخلها بالماوس.
عشان ادخلها بالماوس بدخلها بالكليك الشمال مش اليمين، دي اول حاجه ماشي. عشان ندخله بندخله بالكليك اللي هي يا جماعه الشمال، مش ارقام بقى، ما انت بتدخل تديله وتمشي عند النقطه اللي انت عايزها وتدوس عليها. هنشوف بقى البوينتس تحدد ازاي ومواصفاتها ايه بالتقريب ولا بالظبط، هنشوف القصه دي مع بعض. يبقى عشان ادخل اوامر بدخلها له يا جماعه بثلاث طرق. عشان ادخل الداتا البيانات بدخلها له بطريقين، اما بالكيبورد او عن طريق الماوس بالكليك الشمال. تعالوا مع بعض ناخد اول امر ونشوفه مع بعض. اول امر عندنا يهمنا هو امر لاين. يمكن لو فتحنا نفتح الهلب كده ونشوف فيه. اول امر يهمنا هو امر لاين، لاين كوماند. امر كوماند، امر لاين، يمكن سيبنا من الهلب شويه ندخله في وقت لاحق. انا عايز بس اعودكم دايما انكم تستخدموا الهلب وتشوفوا الفيتشرز اللي فيها. امر لاين ده يا جماعه المفروض ان هو بيستخدم لرسم خط، لكن هو في الحقيقه هنا بيستخدم لرسم مضلع. بيستخدم لرسم مضلع. ما هو المضلع ده مضلع عباره عن عده خطوط، فالخط هو حاله خاصه من المضلع. معلش معايا؟ فانا ممكن اجيب امر لاين من هنا اهو، بص معايا. السبيسيفاي فيرست بوينت، واحد دايس هنا كليك شمال. سبيسيفاي نيكست بوينت، دوست هنا كليك شمال. نيكست بوينت كليك شمال. نيكست بوينت كليك شمال. نيكست بوينت كليك شمال، خلاص مش عايز. عايز اخلص. في ثلاث حاجات ممكن اعملهم. ادوس سكيب للهروب من الامر. ادوس انتر على الفاضي. اهرب الامر. ادوس كليك يمين واقول له انتر او كانسل. ما هي سكيب زي كانسل. وانتر هي انتر خلاص. واو ماشي يا جماعه. فانت لو عايز ترسم خط واحد سهله جدا، بتجيب امر لاين، ادي اول نقطه، ادي ثاني نقطه، وكليك يمين انتر او كانسل او سكيب بالكيبورد او انتر بالكيبورد. كلام واضح. قد تحتاج انك ترسم مضلع مغلق، فانا هجيب امر لاين اختار النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي وعايز اقفل. يعني ننشن عن النقطه، ننشن هو كده بتاعت نشيد. لا، لو عايز تخلي المضلع بتاعك مغلق دوس كليك يمين وقول له كلوز. واضح يا جماعه؟ دوس كليك يمين وقول له كلوز. يبقى احنا خدنا امر لاين، امر ظريف جدا وبسيط. بيعمل ايه امر لاين ده يا جماعه؟ بيرسم مضلع سواء مفتوح او مقفول او خط، ما هو الخط هو حاله خاصه من المضلع. بيسالني الراجل سبيسيفاي فيرست بوينت، تديها له بالكيبورد احداثيات او بالماوس مش اسمه خالص. بكليك الشمال يسألك النقطة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة حسب ما أنت عايز. خلصت خالص، إما تدوس إنتر أو سكيب أو تدوس كليك يمين إنتر أو كانسل. الكلام ده لو عايز المضلع مفتوح. لو عايزه مغلق إما إنك تكتب بالكيبورد سي وإنتر اختصار كلوز، أو إنك تدوس كليك يمين وتقول له كلوز. يعني ممكن واحد يجيب أمر لاين تاني أهو. إيه ده؟ طب جبناه إزاي كده بقى؟ احنا دلوقتي ما جبناش امر لاين. لو دوسنا انتر على الفاضي او سبيس بار بيجيب لي اخر امر اشتغلت بيه. تاني انا استخدمت امر لاين، عايز بعد منه على طول اجيب امر لاين تاني. سهل جدا، هروح جايب امر لاين تاني كده، او ادوس انتر على الفاضي او سبيس بار مصدر المسافات، جاب لي امر لاين مره ثانيه ببيانات جديده بقى، مش نفس البيانات. ما مش هرسم مضلع فوق المضلع القديم، جيب الامر بس لكن البيانات مختلفه. فابدا ادخل كده 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 كده. عايز اقفل المضلع ممكن زي ما قلت ادوس كليك يمين كلوز او سي وانتر. ممكن تيجي على النقطه نفسها؟ لا، النقطه نفسها ما ينفعش، هيبقى تنشيل.
هيبقى تنشين مش هيبقى دقيق. هو مش بيحدد الدرجه هنشوف دي دلوقتي ما هنشوف مش بقى اصدارات ده كل الاصدارات بس باستخدام اوبشن معين ونشوف الاوبشن ماشي بسيط. عايزين بقى نبدا على الرسم المرسوم ده نرسم خطوط اخرى بالاستعانه بيها، يعني عايز اوصل التقاطع ده بمنتصف الخط ده، تقول لي سهل جدا هنجيب امر لاين ونروح جايين موصلين التقاطع ده بمنتصف الخط ده اهو وانت اولا لديه التقاطع ولا المنتصف كلام مش مظبوط صح ولا مش صح؟ طب انا غلطت رسمت حاجه غلط نعمل اندو اما من قائمه ايديت اندو او كنترول زد او يو انتر ثلاث حاجات لما ميم اندو لا ما دوسش حاجه ما دوسش اي حاجه خالص اخر امر عملته عايز تراجع فيه اخر امر عملته عايز تراجع فيه اما كنترول زد من قائمه ايديت اندو او تكتب له يو انتر في الكوماند لاين اندو لا في قواعد اخرى في اوامر اخرى تعمل القصه دي لكن انا دلوقتي على ان واحد بيرسم وغلط وحسم الغلطه بتاعته مباشره بعد ما عمل جميل خد بالك بقى ان انا عملت دلوقتي اندو خارجي في اندو داخلي ازاي انا برسم جبت امر لاين وبرسم مضلع كده 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 دخلت النقطه دي واكتشفت انها غلط اخر نقطه اكتشفت انها غلط اخر نقطه اكتشفت انها غلط اروح دايس كليك يمين واقول له اندو انا اسف نقطه استقلوص كليك يمين وهقول له اندو شفتوا عمل ايه؟ لغى النقطه الاخيره كليك يمين اندو لغى الاخيره اللي هي الاخيره قبليه يعني كليك يمين اندو كليك يمين اندو او يو انتر اعمل اندو اندو ارجع لورا بس خد بالكم انا بستخدمه ده كده اندو داخلي داخل الامر داخل الامر ما دام انا لسه جوه الامر ما خرجتش منه اقدر اعمل اندو داخلي لكن يجي واحد بعد ما عمل كده كده وداس كليك يمين انتر او كانسل ويقول لك انا عايز ارجع في كلامي في النقطه الاخيره ما ينفعش يا اندو دلوقتي بقت اندو خارجيه انا خرجت بره الامر بالظبط لو قلت له كنترول زد يلغي الامر كله ما ينفعش ارجع في حته صغيره دي كلام واضح تمام نرجع مرجوعنا ان انا عايز ارسم خط يوصل التقاطع بالميد بوينت هاتي خلاص هنجيب امر لاين انا هنشن مفيش تنشين في حاجه اسمها الادوات المساعده للالتقاط بالانجليزي اوبجكت سناب للالتقاط ما انا عايز اجيب التقاطع بالدقه صح عايز اجيب الميد بوينت بدقه معايا اجيبها ازاي بدقه يا جماعه ده اللي هنشوف حاجه اسمها اوبجكت سناب التقاط الاشياء بتيجي ازاي اول حاجه لازم نفهمها ان الادوات المساعده للالتقاط دي ما بتشتغلش غير من داخل الاوامر ان هي وظيفتها تساعدك في التقاط نقطه داخل الامر فاهميني يعني انا لو دوست سكيب دلوقتي انا كده بره الاوامر كوماند كما دام كلمه كوماند ظهرت معناها انا بخارج امر ينفع التقط حاجه اعمل بيها ايه؟ لازم الاول اكون جوه امر لاين يقول لي هات النقطه الاولى اقوم اقول له طب ما تساعدني يا عم الحاج عشان اختار النقطه الاولى ازاي نجيب الادوات المساعده للالتقاط عن طريق شيفت كليك يمين شيفت وكليك يمين يوم يطلع لي الادوات المساعده للالتقاط فيها حاجه اسمها اند بوينت نقطه نهايه خط ميد بوينت منتصف خط انترسكشن تقاطع خطين ابيرنت انترسكشن مش هنعوز ابيرنت انترسكشن لان ده بيشتغل غالبا في 3 دايمنشن انتوا عارفين ان الخطين ليهم عده اوامر ممكن يكونوا انترسكتد بارلل سكيو صح ولا مش صح؟
بصوا معايا، انا جبت امر لاين يا جماعه ودوست شيفت كليك يمين، اداني خيارات، قلت الابيرنت انترسكشن لما يكون في عندي تقاطع ظاهري سكيو لاين وانا شغال في 3 دايمنشن هو مش تقاطع حقيقي، هو تقاطع ظاهري. ماشي، في عندنا يمكن اللي جايين دول هنعوز في بيربنديكولار عمودي. معايا مش معايا؟ طيب تعالى ناخد من هنا نقول له انترسكشن. هيقول لك انترسكشن اوف تحت، شايفين تحت خلاص مكتوب ايه؟ انتو اوف. تيجي تقرب بالتقاطع ده تلاقي فيه علامه كروس ظهر، شايفينها؟ تقرب من ده يعني اول ما تقرب منه تلاقيه بياخد بايدك ويخبطك على النقطه. ندوس هنا كليك شمال فنلاقيه يختار لنا الانترسكشن بدقه. عايزين نوصل الميد بوينت دي؟ عادي. شيفت كليك يمين ميد بوينت. بمجرد ما تقرب منها خد بالك كل حاجه ليها رمز. الميد بوينت رمز مثلث. الانترسكشن كورس حتى الرموز دي موجوده هناك. طب عايز ارسم عمودي على هذا الخط. عادي كليك يمين بيربنديكولار. واقرب من الخط. الله ايه ده؟ بيعمل حاجه غريبه قوي. شايفين عامل ايه؟ من زاويه منفرجه. فالعمودي على الخط مش عمودي على امتداده. الخط ده. الخط ده. عمود عليه بره. عمود على امتداده عشان زاويه منفرجه. مش خدتوا الكلام ده في الهندسه زمان؟ مظبوط؟ جميل. ادي عايز اوصل بالاند بوينت بتاعت النقطه دي. شيفت كليك يمين. اند بوينت. بتاعت الخط ده، لو قربت من الاند دي يلتقط الاند دي، لو قربت من الاند دي يلتقط الاند دي، كليك شمال يجيبها لك. يبقى عن طريق الادوات المساعده للالتقاط، شيفت كليك يمين، اقدر ان انا التقط اي نقطه انا عايزها يا جماعه، لا زال الامر شغال معايا امر لاين عشان يرسم مضلع. منين؟ لا انا وصلت الميد ميد بوينت لبربنديكولار عمودي. طب هننهي ده كده، ندوس انتر على الفاضي ونخرج. قول اتفضل. الميد بوينت بتاع الخط الرابع الميد بوينت ده؟ الانترسكشن قصدي. الانترسكشن للميد بوينت. عادي، ما انا قلت له لاين. قال لي من انهي نقطة؟ قلت له ساعدني، ساعدني دي ازاي؟ شفت كليك يمين. رحت مختار انترسكشن ودخلت اخترت انترسكشن. قال لي فين النقطة الثانية؟ قلت له ساعدني. كلمة ساعدني دي تترجم ازاي على الكمبيوتر؟ شيفت كليك يمين. حتى كان زمان بنقول لهم زمان بنقول لهم مفيش تنشين في شيفت كليك يمين. ماشي يا جماعة؟ خط ايه؟ ما هي دي كلها خطوط مستقيمة. قصدك لو خط افقي او رأس. جميل جدا. خدوا بالكم كلام جميل وكويس. عايزين بقى نرسم خط هنجيب امر لاين. لا مش زحمه ولا حاجه. تعالوا نشوف بس لو دوست هنا كده وجيت ماشي مستحيل ان انا بايديا اعرف اجيب خط افقي. خد بالكم معايا الراجل كتر خيره لما تقرب من الزاويه الصفر بيروح يعمل لك خط بنقط وياخدك على الزاويه الصفر. يجوز ان انا احل المشكله دي ببساطه جدا عن طريق اف 8 حاجه اسمها اورثوجونال. زرار اف 8 زرار اف 8 ده اورثوجونال بيخليك تشتغل افقي يا راسي بس. يعني بص لو دوست اف 8 تيجي ترسم كده يرسم لك افقي. طب انا عايز ارسم مايل. لا 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 هو يرسم يا افقي يا راسي فقط. او قبليه مش فارق. يعني لو اتخرجت منه خد بالك في تحت حاجه منوره اسمها اورثو. شايفينها؟ ده مضغوط عليها اهي اورثو مود. ما دام مضغوط عليها منوره يعني دوست في 8 عليها يبقى شغال. تيجي ترسم لاين بعد كده افقي راسي مالوش دعوه. افرض عايز الغيه اف 8 تاني يبقى اف 8 ده بيشغل يعني زي زرار يشتغل ويطفي يعيد ويطفي.
هناخد حر، بس ده حاجه مش كويسه هناخدها حر. يبقى عرفنا عشان نفس الخطوه افقه وراسي بندوس يا جماعه في 8. ممكن وانا نفس جوه الامر ادوس في 8 تاني يوم يلغوني ويرجع لي يشتغل لي مايل معايا. يعني انا دلوقتي اهو جوه الامر رسمت مايل، عايز ارسم دوت خط افقي ادوس في 8 ارجع ارسم شيء افقي راس في 8 تاني امشي مايل. معلش معايا واضحه كلام جميل. في حته بقى مهمه جدا الباشمهندس اثرها، ان الادوات المساعده للالتقاط يجوز ان انا اشغلها اوتوماتيك معايا، يجوز ان انا اشغلها اوتوماتيك. ازاي؟ ادوس اف 3. اف 3 لو دوسناها هنلاقي في حاجه نورت تحت اسمها او سناب، شايفينها؟ خدوا بالكم ممكن ادوس اف 8 على الاورثو او ادوس هنا، فاهميني؟ نفس القصه اسناد ري اف 3 شغاله وتطفيها. اسناد دي تعمل ايه لو ركزوا معايا؟ يشغل لك بعض مش كل بعض الادوات المساعده للالتقاط اوتوماتيك شغاله معاك بعضها، وهنعرف قدام ازاي نتحكم في بعضها دي، نشغل بعضها ازاي ونطفي بعضها ازاي. يعني هجيب امر لاين لاين، اروح داخل بس اول ما اقرب من الاند بوينت جابها لي، اول ما اقرب من الاند بوينت يجيبها لي، اول ما اقرب من الانترسكشن يجيبها لي. طب الميد بوينت ما جابهاش ليه؟ طب عايز ميد بوينت، شيفت كليك يمين ميد بوينت. يبقى الاصل هو مين؟ شيفت كليك يمين. يجوز ان انا اخليه اوتوماتيك بدل ما احط له شيفت كليك يمين شيفت كليك يمين، يجوز ان انا اخليه يلتقط النقط اوتوماتيك. ان انا ادوس على اف 3 او اشغل الاو سناب معايا يا جماعه، بحيث يشغل بعض ادوات صنع الالتقاط، وبعض ممكن تزوده وتقلله زي ما تشوف بعد كده، بس تزويده حلو قوي. ما اخلي الاو سناب دي تشغل لي كل حاجه، لو شغلتها كل حاجه مش هتعرف تشتغل. يعني طول ما انت ماشي بص بالظبط، طول ما انت ماشي بص هتلاقي عينك عماله ايه بالظبط، اس انترسكشن ميد بوينت بيربنديكولار بص مش عارف تشتغل. يبقى الزياده بتاعتها مش كويس، زياده ادوات المساعده الثقافيه اللي شغاله معايا اوتوماتيك على طول دي حاجه مش كويسه. ماشي واضح؟ يبقى عرفنا النهارده ازاي نرسم لاين بوليجون بامر لاين، ازاي نبدا نلتقط بعض النقط اللي فيه، ازاي نعمل اندو خارجي وداخلي. ده كده فيو سريع على امر لاين. يمكن المره الجايه هنفصل اكتر بكتير جدا وندخل دخله عميقه في الاوتوكاد ان شاء الله. حد له سؤال؟